Ya khairallah
اركبي اركبي يا خير الله يا خير الله اركبي اركبي يا وهاب الله لك الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الى الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيبة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضل من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواضع واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah.
من ذنوبنا ورحمتك اجعلنا من اعمالنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. استاذ الفاتحه. وارحمنا وانظر الينا. بسم الله تو أول الكلام. Alhamdulillah. Sesuatu yang mesti diingat dan sesuatu yang mesti diapalkan dan diamalkan adalah doa-doa yang membuat dan melahirkan semangat dalam tubuh kita. Di antaranya doa-doa itu adalah Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, jadikanlah keberkahan kepada diriku dimanapun aku berada. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan doa kepada nabi-nabinya. Doa kepada Nabi Allah Isa dan doa kepada Nabi Allah Nuh. Dan ada lagi satu hal, saudara. Kalau saudara baca doa ini, langsung seperti mendidih darah kita, tumbuh, muncul semangat secara tiba-tiba. Doa itu apa? Doa itu pengumuman tahun 3 Hijriah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sahabat-sahabatnya berkumpul untuk berlaga, untuk berperang, melahirkan jiwa jihad dalam dirinya. Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengumandangkan panggilan Ya Khailallah Irtabi. Wahai kuda-kuda Allah, berlagalah. Barang siapa yang membaca 3 kali doa ini, Ya Khailallah Irtabi, Ya Khailallah Irtabi, sel-sel malas dalam tubuh kita dalam sekejap akan mati dan tumbuh semangat dalam diri kita. Buktinya tadi kita sholat tidak berasa, betul tidak? Betul tidak? Tidak berasa, tahu-tahu Ustaz sudah tambah tiada. Itulah
maknanya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan ini terus berlanjut pada diri kita, karena saudara, pada akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan seluruh semangat, seluruh tenaga kita untuk berburu Lailatul Qadri. Belajarlah dari kuda-kuda saat berpacu, belajarlah dari kuda-kuda saat mengikuti pertandingan kompetisi. Begitu sudah akan sampai finish, dia akan keluarkan seluruh tokohnya, seluruh tenaganya, seluruh simpanannya agar sampai mengalahkan daripada pesaing-pesaingnya. Begitulah kita harus lebih dari kuda-kuda yang diberikan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat tarawih, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan tenaga, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, lebih bagus dari 83 bulan. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadr, dia akan berubah hidupnya, dia akan nyaman hidupnya, dia akan lebih baik setelah Ramadan. Dia akan membawa oleh-oleh setelah Ramadan, dia akan membawa bekal Ramadan, dan dia akan membawa sesuatu yang berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah la yasbiqul khaira. Bismillah ma syaa Allah la yasbiqus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, gue boleh insya Allah ya. Amin.